تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلازلنا الحمد لله في الكلام على باب الأمر والنهي. في المرة الماضية تكلمنا عن تعريف الأمر عند الأصوليين، واختاره الشيخ الشيرازي. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم على ما جاء صيغة الأمر له مجازا. كما نعرف جميعا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب حقيقة، حقيقة شرعا، يعني الشرع الشريف إذا أمرك بشيء في الكتاب أو السنة فإن ذلك الشيء يكون واجبا عليك، واجبا عليك بأحد طريقين: إذا لم يكن ثمة قرينة فإن المعنى هو الوجوب، يعني إذا وجدت أمرا في الكتاب أو السنة ولم تجد فيه قرينة فإن الراجح لدى الأصوليين أن هذا الأمر يفيد الوجوب. طيب، هب أن ثمة أمر في الشريعة دلت القرينة على كونه من الوجوب، إذا فهو للوجوب قطعا. يعني مثلا واحد يجي يقول لي قول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة على ماذا يدل؟ على يدل على الوجوب. طيب، هل هذا الأمر أمر خال عن القرينة أو أمر صاحبته قرينة؟ لا، صاحبته قرينة. هي قول الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فكون الصلاة ركنا من أركان الإسلام يدل على وجوبها. طيب، هذا الأمر هل هو أمر لا قرينة فيه أو لا فيه قرينة؟ فيه قرائن، مش قرينة واحدة، قرائن متعددة. طيب، لكن لو سمعت قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، على ماذا يدل هذا الأمر؟ يدل على الوجوب، صح؟ يعني أنه يجب في حقك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين القرينة التي تدلك على كون ذلك الأمر للوجوب؟ في السياق لا يوجد قرينة، لكن الراجح لدى الأصوليين أن الأمر إذا خلع عن القرينة دل عليه. برضو في آية تانية، والذي يدلك على هذا قبل أن أنتقل إلى المثال الثاني، إن الأصوليين والعلماء الأمة مختلفون هل يجب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجلس أو يجب في العمر ولا مرة. فلو كان ذلك الوجوب يعني وجوبا كوجوب الصلاة لما وجدت نزاعا بين العلماء فيه. طيب، تاني مثال جميل جدا أوضح، قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج واجب ولا مش واجب؟ الحج واجب ولا مش واجب؟ واجب، صح ولا لا؟ واجب بالإجماع، لا نزاع بين المسلمين في ذلك، ولا العلماء ولا الأمة، ده معلوم من الدين بالضرورة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب بني الإسلام على خمس، ومنها الحج، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهو كالصلاة في ذلك، صح؟ طيب، وما رأيك في العمرة؟ هل تجب أو لا تجب؟ نزاع بين العلماء، صح؟ الشافعية يقولون وغيرهم إن العمرة واجبة. ما الذي جعل العمرة واجبة؟ يستدل على ذلك بأن مجرد الأمر يدل على الوجوب، قال عن
القرينة، وإن كان لهم بعض الاستدلالات الأخرى التي تقول إن هذا الأمر صحبته قرينة، لكن هذه القرينة مختلف فيها من الذين لا يقولون بوجوب الأمر، الذين يقولون إيه؟ الذين إيه؟ يقولون بعدم وجوب الأمر، لأن كون العمرة مسنونة وليست واجبة. مثلا يستدلون على ذلك بتسليط الإتمام على الحج وعلى العمرة، وأتم الحج والعمرة، صح لا؟ لكن واحد من المخالفين يقول لك هو قال أتم، إذا شرعت فيها فأتمها. طيب ثم كذلك بعض الأصوليين يقول لك لا، طيب ما هي أتت في سياق الحج، الاثنين أتوا مع بعض في سياق واحد، صح، أتم الحج والعمرة لله، لكن الواو تفيد المغايرة وليست إيه الاتحاد، يعني كأن هذان أمران وليس أمرا واحدا، ولا يشترط أن يكون المعطوف عليه نفس المعطوف، شوف بالك. ويقول ولو أردت أن تستدل بالاقتران يقولون هذا الاقتران من الأدلة المختلفة فيها، فاهمين؟ ما أريد أن أقوله إيه؟ أنا الآن أركز وأؤكد على أن الأمر إذا خلع عن القرينة دل على الوجوب، فاهمين اللي أنا بقوله ده؟ الآن الذي يقوله الشيخ الذي سنقرأه الآن، هل في هذا أو في غيره؟ في غيره، يعني إيه؟ هذه هي المعاني التي تأتي فيها صيغة الأمر، لكن لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل المجاز، لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز، هذه معاني غير الوجوب، هذه معاني؟ وإلا فالوجوب معنى حقيقي، معنى هي سعد حقيقي، فاهمين يا شباب؟ وغيرها غير الوجوب من المعاني هل هو معنى حقيقي أو معنى مجازي؟ مجازي عند الجمهور، مجازي عند الجمهور، وهذا هو الذي سيقوله الشيخ الآن. واحد يقول لي طب لماذا أنت أخذت وقتا تدلنا وتقول لنا إن الصيغة تدل على الوجوب؟ هو الشيخ الآن لم يقل ذلك، أنا أقول لك إن الشيخ الآن يدلك على المعنى الثاني لا على المعنى الأول، لا على المعنى. وكما قلت لك في المقدمات اللغوية إن المجاز يستلزم الحقيقة، إن المجاز إيه؟ يعني أنا ما ينفعش أقول لك مجاز لا حقيقة له، لكن لو أن الحقيقة لا مجاز لها قلتها لك، لأن أيهما أصل وأيهما فرع؟ الحقيقة أصل والمجاز فرع. فالآن قلت لك الآن مجاز مجاز مجاز، تقول لي وأين الحقيقة؟ وأين؟ فكان لابد أن أقول أولا ما ينبني عليه ما قاله الشيخ، ما ينبني عليه ما قاله الشيخ. طيب اقرأ بقى يا شيخ سعد من أول فصل وكذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فصل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم. بص يا سيدي، كلمكم هذه المعاني المجازية يا أولاد أوصلها العلماء إلى ما يقرب أو يزيد عن 40 معنى. عن كم معنى؟ 40 معنى. الشيخ هنا ذكر بعضها، ذكر بعضها، لكن هذه المعاني لا تقتصر على تلك المذكورة، تقتصر على تلك المذكورة، إنما هي كثيرة، معاني الأولاد كثيرة وكثيرة جدا، وبعضهم ينيب بعضها عن بعض، بعضهم إيه؟ ينيب بعضها عن، وبعضهم يدخل بعضها في بعض. أيوة. فلو أنا قلت لك مثلا تعال نقول معنى كده، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ماشي؟ هذا أمر أو ليس بأمر؟ فين؟ أين الأمر؟ فاكتبوه. على ماذا يدل ذلك الأمر؟ على الوجوب؟ لا، على الندب. الواحد يقول على الندب، قال على الوجوب ده أنت من شرق إفريقيا مش دعوة بينا احنا، إيه؟ لا، لا يدل على الوجوب قطع، لا يدل على الوجوب. ايه الشيخ بيقول على الند، وانا اقول على الارشاد، انا اقول على الارشاد، والارشاد والند من باب واحد، من باب طلب الشيء لا على جهه الالزام، طلب الشيء الفعل لا على جهه ايه الالزام.
لكن هل هذا الالزام دنيوي او اخروي؟ فان كان اخرويا كان ندا، وان كان دنيويا كان ارشاد. ها هنا الايه اتت لاعتبار تنظيم امر الدنيا او لاعتبار تنظيم امر الاخره؟ الدنيا. اذا فهي اليق ان تكون للارشاد. امين. طيب، لكني اذا اردت امتثال امر الشارع فانها تتحول من الارشاد الى الندب. فاهمين؟ يبقى اذا يا جماعه الصيغ متعدده. طبعا احنا اتكلمنا عن الصيغ في قبل الاجازه، فاكرين كان حاضر معانا لما اتكلمنا عن الصيغ باطاله لكن منذ شهرين مثلا. لكن انا الان لا اتكلم عن الصيغ، خلي بالك، لان في فرق كبير جدا بين الصيغه وبين وبين المعنى المأخوذ من الصيغ. الصيغ افعل او ما يقوم مقامها، لكن المعنى انا اتكلم عن الصيغه وعن المعنى. عن المعنى، المعنى حقيقي ومجازي. اما الحقيقي ففرغنا منه وهو ان الصيغه تدل على الوجوب. اما المجازي فانا اقول لك ان هذا المجازي يربع على 40 معنى وهو متداخل. هو ايه؟ متداخل. هو ايه؟ متداخل. طب انا قلت دلوقتي ند وارشاد، ومن الندب التأديب، ومن الندب لو أن طفلا صغيرا أبوه قال له سم الله يا بني، أو امتثل أمر رسول الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يا غلام سم الله، تبدأ إيه؟ أمر إيه ده؟ أمر وجوب؟ هل هذا يدل على الوجوب يا شيخ؟ لا يمكن، لأن الطفل ليس أهل الخطاب. الطفل يا ولاد إيه؟ الطفل أهل الخطاب؟ ليس أهل الخطاب. طيب، فيا غلام سم الله فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على الندب؟ أو يدل على الإرشاد؟ أو يدل على التأديب؟ أو هو أدب من الطفل وتأديب من النبي؟ شايف المعلومات؟ شوف المعلومات عاملة إزاي؟ فاهمين اللي أنتوا قصدوا يا أولاد؟ أنها معلومات يا أولاد؟ متداخلة. خد بالك؟ وأنت قطعًا، خد بالك المعلومة دي لازم تهتم بها اهتمامًا شديدًا. المعلومة اللي هقولها دلوقتي إيه؟ تهتم بها يا اولاد اهتماما شديدا. انت الاصل ان تحمل كل صيغه امر على الوجوب، ها؟ ولا يمكنك ان تنقلها عن الوجوب الا في وجود امرين. الاول القرينه الصارفه. القرينه ايه؟ صارفة. لازم الشيخ عبد الهادي، صح ولا لا؟ القرينة ايه؟ صحيح. لابد ان تبحث عن القرينة الصارفة، لان انت لن يمكن ان تنقل الصيغة من الحقيقة الى المجاز الا بوجود تلك القرينة. قرينة ايه؟ قرينة من القرائن كتير. قرينة القرينة ايه؟ الصارفة. يعني صارفة عن ايه؟ يعني يستحيل استعمال ذلك اللفظ في الوجوب. في ولا بد كذلك من ايجاد شيء اخر، وهو العلاقة بين ذلك المعنى الجديد والمعنى الاصلي الذي هو الوجود. والمعنى الاصلي الذي هو الوجود. طبعا المفروض ان نختبر ذلك في كل المعاني، لكن انا ساقف معك عند المعاني التي مدى ما هي التي ايه؟ التي ذكرها الشيخ. قال وكذلك تجمع كل انواع المجازات من صيغ الامر لكن بقيد. لكن يا اولاد الصيغه شكلها عامل ازاي؟ يعني ايه استدعاء؟ يعني يا اولاد طلب، صح ولا لا؟ طلب حضور الفعل. استدعاء انا اقول لك انا استدعيك، يعني تعالى هنا، واخدين بالكم؟ فاستدعاء الفعل يعني طلب ايجادي من المستدعى اللي هو انا وانت. والمستدعي هو اللفظ الشرعي، والمستدعي سبب للاستدعاء، والمستدعي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وحتى الاستدعاء لا يكون حقيقة من رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله تعالى. فاهمين ما أقول شباب؟ يبقى لابد أن تضيف قيدا هنا، وكذلك ما ليس فيه استدعاء حقيقة وإلا فهو على هيئة الاستدعاء المجازي. هو على هيئة الاستدعاء لكنه ليس استدعاء حقيقي. وأنا سأبين لك هذا الآن. قال لك كالتهديد. التهديد ما معنى التهديد يا أولاد؟
التخويف. التهديد هو التخويف. انا اريد قبل ان انتقل الى النص الايه القرانيه ان اقول لك مثالا نستعمله يوميا. استعمالا ايه؟ نستعمله يوميا. انت الحمد لله كبير في السن ولا صغير؟ ها؟ كبير ولا صغير؟ متوسط. فعندك اخ صغير ماشي، اخوك مثلا او ابنك، هب انك قد تزوجت الله اعلم، معرفش صح ولا لا، ابنك الصغير او ايه او اخوك الاصغر يلعب ولا يذاكر؟ يلعب ايه ولا يذاكر؟ فانت امرته كثيرا بالمذاكره فلم يستجب، خلاص فلم ايه يستجب، فتقول له العب. تقول له ايه؟ العب العب العب. طيب ماشي العب، فاهم الايه؟ وخلي بالكم يا اولاد في حاجه اسمها في اللغه العربيه النبر والتنغيم. النبر ايه؟ يغير المعنى. النبر والتنغيم يغير ايه؟ فاللي هو هيئه نطق الكلام. ممكن يكون العب امر صح ولا لا، وممكن يكون اقرار، وممكن يكون انكار، وممكن يكون تهديد. لو قلت لك مثلا ايه، انت الان إيه؟ عندك امتحان في الصباح. امتحان فين؟ وانت سهرت الليل الى الثالثة والنصف، ها اخد بال حضرتك، فزميلك في السكن يقول لك نم نم، هذا اقرار، هذا هينكش هيتضحك هيسكت صح ولا لا؟ فاذا صحبت الصيغة الركوبة كانت تهديدا. خلاص؟ صحبت ايه؟ صيغة، اقصد كلمة الألف واللام هنا العهد الذهني، صيغة الأمر. صيغة الايه؟ إذا صحبت صيغة الأمر ها عقوبة كانت ذلك، ها؟ حتى ولو كانت تلك العقوبة مقدرة وليست مذكورة في الكلام. بقول لك العب وسأضربك، هو تهديد برضه. صح ولا لا؟ لكن لو قلت لك العب، هو بيقول له العب العب، هو لا يقصد الاقرار، لا يقصد ايه؟ العب وساقول لابيك فسأضربه، مثلا من الام، العب لما اذا اتيت البيت ضربتك، العب وساحرمك، صح؟ يبقى كده اسمها يا ولاد، هذه الصيغه اسمها ايه؟ هل هذه فيها استدعاء؟ لا اطلب الفعل، صح ولا لا؟ وانما ماذا؟ خلي بالك العلاقه بين تهديد على الفعل وطلب الفعل هي ايه؟ هي المضادة. هي ايه؟ يعني اعبر بتعبير المضاد، اقول لك العب اي اقصد الا تلعب. وهذا يا اولاد يسمى اسلوب الاستنكاري. اسلوب الايه؟ استنكاري. وكذلك يقرب من التهديد ما يسمى بالانذار. يسمى ايه؟ الانذار. فالإنذار ما هو إلا تبليغ التهديد، ولذلك سمي الرسول نذيرا. سمي الرسول إيه؟ إنما أنا منذر، صح ولا لا؟ والله تعالى أرسله بشيرا ونذيرا، صح ولا لا؟ إيه بشيرا ونذيرا؟ لأن الذي سيعاقب ليس رسول الله، وإنما الرسول يبلغنا أو يبلغ قومه أو يبلغ الأمة أن الله تعالى سيعاقبهم إذا خالفوا أوامره. لذلك قال الله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طب هنا هل هي تهديد ولا إنذار؟ ها؟ إنذار، لا ليس تهديدا. لكن التهديد قال الله تعالى: اعملوا ما شئتم. اعملوا؟ الآن هنا في قل ولا هذه الآية واردة مباشرة من الله تعالى جل وعلا؟ ما فيش قل، ما فيش ايه؟ اعملوا ما شئتم، صح؟ طيب، لكن لما يكون التهديد مبلغا عن طريق احد اخر يكون ذلك التهديد انذارا. فاهمين يا شباب؟ فاهمين الكلام ولا لا؟ الكلام من المعاقب، تهديد الكلام من غيره. لو انا يعني اهدد، ساهددك انا شخصي، لكن انا انذرك ابعث لك سعدا
يخوفك مني او يهدد، فاهم؟ اذا خوفتك انا يبقى ده اسمه ايه؟ تهديد. اذا قلت لسعد بلغ طارقا انني اهدده، هذا ايه؟ انذار. فاهمين؟ ولذلك تعود الكلام بقى الى ما قلته قبل ذلك اللي هو ايه؟ التداخل. الايه؟ لكن خلي بالكم يا اولاد، هذا التداخل ايضا يمكن ان تجد فيه الفرق ولا لا؟ ولا لا يمكن؟ يمكن، صح ولا لا؟ طيب، لكن هذا الفرق لا يتاتى لكل احد، انما يتاتى لعقول مخصوصه تسبر اغوار النصوص. فاهم الكلام؟ يتاتى لمن؟ لعقول مخصوصه، وهي تلك العلوم العقول التي تشبعت من العلوم حتى استطاعت ايه؟ سبر اغوار النصوص. والعلم الاصول، علم الاصول لو لاحظت في الكلام الذي تكلمناه له علاقه بالنص وعلاقه بالواقع، علاقه بالنص وعلاقه بالواقع، صح؟ طيب، يبقى اذا ساقول لك ما قاله الشيخ. فصل: وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله عز وجل: اعملوا ما شئتم. مفهوم؟ مفهوم؟ ثم قال: والتعجيز. ثم قال ايه؟ والتعجيز. ما هو التعجيز؟ التعجيز اظهار العجز. اظهار، يعني المتكلم يعلم انك لا تستطيع الفعل، لكنك مكابر فيريد ان يجعلك تقر رغما عنك. فاهمين الكلام؟ يعني الله تعالى يعرف، سبحانه وتعالى يعلم، هو العليم الحكيم، ان العرب وأن الدنيا جميعا وأن كل المخلوقات لن تستطيع أن تأتي بمثل القرآن، ولا يستطيعون، ولا يستطيع كذلك أن يأتوا بعشر سور، ولا يستطيع أن يأتوا بسورة. لكن أنا أسأل سؤال: هل وقع التعجيز من آية أو لا؟ وقع أو لم يقع؟ لم يقع. وقع التعجيز من أن يأتي العرب بمثل القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور بمثله، أو أن يأتوا بسورة. لذلك الأصوليين يا أولاد يجوا يعرفون القرآن الكريم فيقولون: المتحدى بأقصر صوره. المتحدى إيه؟ قال لك لأن أقصر الصور اللي هي سورة إيه؟ الكوثر. قلنا أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر، قلنا شأنك بس، صح؟ أقصر الصور هذه التي وقع بها التعجيز، لأنه لم يشوف بقى الكلام الدقيق. يا أولاد لازم تفهم هذا، لا يحق لك أن تقول لا يجوز التحدي بالآية، قل لم يقع التحدي بالآية. فاهم؟ وفرق بين السماء وبين الأرض، بين أن يكون الشيء لم يقع وبين أن يكون لم يجز. فاهمين؟ فكثير من الأشياء جائزة لكنها غير واقعة. دي خلي بالك، هذا نوع استدلال أصولي عقلي جدلي معروف. هذا إيه؟ نوع استدلال جدلي عقلي معروف في كتب المناظرة وكتب إيه؟ وكتب كذلك الأصول المطولة والتي تهتم بالاعتراضات. ماشي؟ طيب، يبقى إذن أرجع إلى ما كنت أقوله: التعجيز هو إظهار العجز، مش العجز، ويريد أن يثبت لك أنك عاجز، وإن كان هو نفسه سبحانه وجل شأنه يعرف أنك عاجز. لذلك قال الله تعالى: قل فأتوا بعشر صور مثله مفترين. الله تعالى يعرف أنهم لن يستطيعوا، لماذا طلب منهم؟ حتى يقفوا هم عاجزين أمام أنفسهم، ها؟ وليس أمام الله تعالى، لأن الله تعالى يعرف أنهم عاجزون، ها؟ فالتعجيز إظهار العجز لك ولمن يعتقد فيك القدرة، ولمن يعتقد فيك القدرة. واحد يقول ولذلك هم حاولوا فلم يستطيعوا، حاولوا. والتعجيز إنما يكون له قيمة إذا حاولت فعجزت فظهر عجزك. إذا إيه؟ لا، يسموها قبل ما حاولت بقى، الاول
طلب منك الفعل لا على جهة الاستدعاء ولا على جهة الاستدعاء ولا لا على جهة الاستدعاء؟ لا لا على جهة الاستدعاء. هو يطلب ويعرف أنك لن تستطيع، لأنه لو طلب ويعرف أنك تستطيع فهذا يعني أنه استدعى الفعل منك. وأنا أقول لك شيئا مهما، قال الأصوليون يا أولاد الأمر لا يستلزم الإرادة. الأمر إيه؟ الأمر يا أولاد هنا في أمر ولا هو؟ لكن في إرادة؟ لا لا إرادة. لا هنا في الآية مفيش إرادة. استنى أقول لك حاجة بسيطة. أنا أقول لك شيء جميل. أنا مثلا لا أتكلم المالوية أصلا مثلا، خلاص؟ وأنا ادعيت أنني أتكلمها، خلاص؟ ويمكن أن أشرح الدرس بها. فالشيخ صالح يقول لي خلاص اشرح الدرس بها. اشرح ليه؟ فالشيخ صالح حين قال لي هذا هل يريد مني أن أشرح؟ لا، هو يعرف أنني لن أستطيع، ويريد أن يظهر أمام الحاضرين أنني لن أستطيع الفعل. فهي ماشيه؟ يبقى هنا وجدت صيغة الأمر ولم توجد مع تلك الصيغة إرادة الفعل. فاهمين يا شباب؟ عيدها تاني. يا عم الشيخ عبد الهادي انت لازم تكون فاهم، انت لو ما فهمتش هتصعد هناك. لكن انا بكلم الجماعه الغلابه اللي زي حالات الشيخ طارق والراجل المسكين ده، هو الجماعه اللي لسه جايين ورا والشيخ صالح. ها يا شباب الامر ايه؟ لا يستلزم الإرادة. لا يستلزم الإرادة وإن كان معظم الأوامر فيها إرادة. عيدها تاني دي. المعظم أن الأوامر فيها إرادة، لكن بعض الأوامر تسمى أوامر لكنها لا تستلزم. منها ما فيه تعجيز، منها ما فيه تعجيز. هو ما يريد أن يظهر عجزي وأنا أدعي أنني أستطيع الشرح بالمالوية ساعة ونصف الساعة وأنا ما أعرفش الثلاث كلمات. قلت كده أبا كبر كبر بيسا صبا صبا، خلاص كده أنا ظننت أنني إيه أستطيع الشرح أكمل المحاضرة بالمالوية. فالشيخ صالح بما أنه كان قبلي يعني وأشرح بالمالوية خلاص اشرح. كلمة اشرح هذه أليست أمرا؟ صيغة الأمر. لكن هل هو يريد مني أن أشرح؟ هو يعلم أنني لن أستطيع، فاهمني؟ لكنه يريد شيئا آخر من الأمر، يريد أن أظهر أنني عاجز عن تنفيذ طلبي. وهذا نفس ما في التعجيز في الآية الكريمة. الله تعالى قال قل فأتوا بعشر سور مفتريات، مثل عشر سور مثله مفتريات، صح؟ طيب الله تعالى يعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء العرب لن يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور، لكنه ماذا يريد؟ هل يريد الاستدعاء؟ لا يريد الاستدعاء، هو يريد إظهار العجز. إظهار إيه؟ إظهار العجز. إذن فخرج ذلك المعنى عن أن يكون أمرا حقيقيا، إنما هو أمر مجازا. ماشي؟ طيب. والإباحة قول الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فذلك كله ليس بأمر حقيقة. لازم تحط لي كلمة إيه؟ لا طبعا هي ليست موجودة في الكلام، يعني الشيخ لم يذكرها لكنه أرادها. لكنه إيه؟ أرادها. هذا أمر شكلا وهيئة لكنه ليس أمرا حقيقة، صح ولا لا؟ لأن الأمر الحقيقي ما فيه إلزام، ما فيه إيه؟ وليس في ذلك إلزام، وليس في ذلك. لأن معنى يا أولاد الإباحة يخالف معنى الوجوب، ما تقولش يعارض، أنه ليس معارضا له، إنما هو حتى لو كان معارضا لكان قسيما له، يعني مقابل له، لكنه يخالف. إنه إيه؟ الأمر يخالف الإيه؟ أو قل الوجوب المستفاد من الأمر يخالف الإباحة، لأن الإباحة تسوية بين الفعل وبين الترك، أما الأمر فماذا؟ أما الوجوب فطلب للفعل طلبا جازما. تعالوا نقرأ هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى وإذا
حللتم فاصطادوا. أين الصيغة يا أولاد؟ فاصطادوا. لكن هذه الصيغة يا أولاد فيها قرينة منعت أن تكون للوجود. ما هي القرينة؟ وهي أن هذه الصيغة أتت بعد حظر. بعد إيه؟ يعني هذه ليست أمرا مطلقا، هذه ليست أمرا، إنما هذه أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. لا غلط، ها هنا بيقول الإباحة صح؟ شو بيقول هنا الإباحة؟ هذه الصيغة هل هي أمر مطلق ولا أمر أتى بعد حظر؟ أقول لك الحظر دلوقتي. طيب والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة؟ المفروض تقول يفيد الإباحة عشان قال الإباحة. لا لا يفيد الإباحة. فكيف أفاد الإباحة ده هنا؟ أقول لك صح؟ هو أفاد الإباحة فعلا، لكن ليست هذه هي عنوان المسألة الأصولية. هو هنا أفاد الإباحة، هو إنما خرج عن أن يكون أمرا حقيقيا لكونه أمرا بعد حظر. أمرا بعد والأمر بعد الحظر يفيد فك الحظر، وهذا الأمر قال كان قبل الحظر الإباحة فعاد للإباحة كما كان. فاهمينها كده ولا لسه؟ فاهم عم سعد؟ أقولها ممكن أقولها ولا مستعجلين؟ أقولها يا ولاد ولا لا؟ طيب بص تعالوا معي اطرق بقى الكتاب، ركز معايا. أنا عندي ثلاثة أحوال للاصطياد. كم حال للاصطياد يا ولاد؟ ثلاث أحوال. هذه الثلاثة أحوال مختلفة. أحوال إيه؟ مختلفة. لكل واحد من هذه الأحوال حكم. أصل الاصطياد حكمه ماذا؟ إباحة؟ لا مش إباحة. أصل الاصطياد أن يكون على البراءة الأصلية، يكون على إيه؟ وهي حكم عقلي وليس حكما شرعيا. ده الجواز العقل، الجواز الإيه؟ العقل. هو دلوقتي لأن الذي دعاك إليها هي حاجتك الإيه؟ اللي بيسموها يا أولاد داء الطبع، داء إيه؟ وإلا فالإنسان الأول، الإنسان اللي هو البداية كان إزاي يعني؟ كان بياكل إزاي؟ مش بيجري والأرنب ويمسكه ويأكله؟ اصطاد صح؟ اصطاد لأن الاصطياد مباح شرعا أو لأنه يحتاج إليه طبعا؟ يحتاج إليه طبعا، صح ولا لا؟ وهل الصيد لما نزل القرآن كان معمولا به أو لم يكن معمولا به؟ هل أتى القرآن قال اصطادوا اصطادوا اصطادوا؟ ولا هو أقر ما كان موجودا؟ يبقى هذا الإقرار أصله البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية تفيد الجواز العقلي. تفيد الجواز ليه؟ أو قل إنها الإباحة، لكن إنها الإباحة بخطاب الشرع ولا على الأصل؟ الأصل. فاهمين؟ خلي بالكم ركزوا معايا. يبقى هو الآن الأصل في الاصطياد الجواز. الجواز على سبيل أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرونا بالاصطياد، أو على سبيل أن هذا أمر مستقر قبل البعثة، فأتت البعثة فلم تغيره. ها؟ أمر مستقر من أنت من أول ما نزل الله تعالى أنزل آدم على الأرض أصلا. صح ولا لا؟ طيب إحنا متعبدون بالوحي الشرعي، القرآن والسنة. طب وقبل الوحي كان في اصطياد ولا ما كانش فيه؟ طيب القرآن لما جه وأتى أمرنا بالاصطياد ولا أقر ما كان موجودا؟ يبقى هذا الإقرار أصله أن يكون على الجواز العقلي ولا على الجواز الشرعي؟ عقلي. أصله بالك على فكرة أوه تفكروا أن أصول الفقه الكلمة بتحل مكان أختها. أنا لما بقول الكلمة أنا عارف بقولها فين، يعني بقول لي الدكتور بيقول لها لا يا فندم قلت أصله، قلت إيه؟ أصله. واحد يقول لك الدكتور بيقول لي الصيد جاز، لا يا سيدي انا بقول اصله. اقول ايه؟ لانني ساتيك الان سيحول من انه جائز عقلا الى انه مباح شرعا. ها؟ فاهمني؟ طيب ثم اتى الخطاب الشرعي فقال غير محل الصيد وانتم لا تعلمون.
تقتلوا الصيد وأنتم ده نهي ولا أمر؟ ده نهي صح ولا لا؟ طب النهي ده وارد على الأصل ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل اللي هو إيه البراءة الأصلية اللي هو البراءة صح ولا لا؟ إذن فتحول الاصطياد إذا كنت في الحرم أو كنت محرما من البراءة الأصلية إلى حكم جديد وهو وماذا؟ هو التحريم هو إيه؟ غير محل الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم صح؟ الحرم إما أن يكون في الحرم أو محرم خارج الحرم فاهمين؟ ما الحرم ده له حدود ممكن أنا أكون محرم وخرجت من الحرم ولكن لم أحل بعد الإحرام فأنا كذلك يحرم علي الاصطياد طيب أو أكون أنا في الحرم ها حتى ولو كنت حلالا يحرم علي الاصطياد أيضا فالحكم هنا يا أولاد الحكم العزيمة التحريم العزيمة إيه؟ فاهمين؟ ثم قال الله تعالى الآية بعد وإذا حللتم فاصطادوا يبقى الأمر ده وارد على الأمر الأولاني اللي هو البراءة الأصلية ولا وارد على التحريم الذي كان موجودا وقت الإحرام صح؟ إنما قصد الشارع به فك الحظر إنما قصد الشارع فيه به يا ولد فك الحظر فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر لكنه عاد على ما كان عليه قبل الحظر على صورة الجواز الشرعي المصاحب للجواز العقلي فاهمين كده؟ والاستفادة عندنا معشر أهل السنة السادة الأشاعرة يقول إن الحكم للشرع ولا الحكم للعقل؟ للشرع صح ولا لا؟ فاهمين؟ فهنا شوف بقى قال لك والإباحة وليه؟ كل ما قلته لك الآن هو قرينة صارفة لذلك الأمر عن الوجود إلى ماذا؟ إلى الإباحة لماذا؟ لأنه كان أمرا بعد حظر كان أمرا والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة يفيد فك فك الحظر وهو هنا الإباحة وهو هنا خلي بالك أهو براءة أصلية الصيد حلال صح؟ ثم أحرم أصبح الصيد بالنسبة لك إيه؟ حرام فحللت من الإحرام رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وإنما أتى الشارع بالأمر ليكون في قوة الحظر فتساقط فإيه؟ فتساقط عارف يتساقط دي معناه إيه؟ يعني يحاول الأمر أن يغلب الحظر اللي هو النهي يعني فينتفي الاثنان فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وقد كان الأمر قبل الحظر مفيدا للإباحة صح؟ فرجع مفيدا للإباحة لكن بخطاب الشرع فأصبحت إباحة وليس جوازا وليس جوازا أنت فاهمين ما أقول؟ طيب أنا بس سأعرج على شيء بسيط جدا عشان ما دمت قد تكلمت على ذلك ولا يدل الأمر بعد الحظر على الإباحة فقط وقد يدل الأمر بعد الحظر على الوجوب وقد يكون يدل على الند طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا ولاد قال إيه المرأة الأنصارية أتت للرسول تسأله عن حال الحيض تصلي إزاي وما تصليش إزاي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فإيه فدعي الصلاة صح فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فين الأمر؟ وصلي بعد أن تطهر صح ولا لا؟ طيب يبقى إذا الصلاة وقت الحيض كان حكمها ماذا؟ الحرم طب وبعد الحيض؟ واجبة طب لماذا كانت واجبة؟ لأنها كانت قبل الحيض لأنها كانت قبل الحيض إيه؟ واجبة فأتى الأمر ليفك الحظر فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحيض زي هنا إيه؟ إذا أقبلت الحيض شوف إذا هنا إذا حللت إذا هناك إذا أقبلت إيه الحيض طيب ده أصبح الوجوب وأصبح الإباحة وهل يمكن أن يكون للندب بلى يمكن أن يكون للندب
النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. صح؟ طيب ألا فزوروها ده إيه؟ زوروها دي إيه؟ أمر. طيب أمر بعد ماذا؟ نهي، اللي هو الحظر. كلمة النهي معناها الحظر، الحظر اللي هو إيه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي جعلك تقول إن هذا الأمر فزوروها للندب؟ العلة، فإنها تذكركم بالآخرة. يبقى إذن هذا الحكم كان معللا، وهذه العلة أليست كانت مواجبة قبل الحظر ولا لم تكن مواجبة موجودة؟ كانت موجودة أصلا، اللي بيزور القبور يتذكر الآخرة. طيب يتذكر الآخرة فقط بعد أن أمر النبي بها، ولا هو أصلا متى زار القبور تذكر الآخرة؟ لكنه في لحظة من اللحظات وزمان من الأزمنة حضر زيارته القبور. خلاص؟ طيب إذا فزيارة القبور أصبحت إيه؟ مندوب. صح؟ يبقى خلي بالك المسألة الأصولية تقول إيه؟ الأمر بعد الحظر. الأمر بعد؟ والأمر بعد الحظر قرينة لفك الحظر، لفك، وهو ها هنا مفيد للإباحة، لا لكون الأمر قبل الحظر يفيد الإباحة، لكن لكون الحظر ها هنا كان واردا عن الإباحة. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ لا. طب حد يعد لك الكلمتين دول، صعبين جدا ولا ايه؟ شوف يا شيخ عبد الهادي، قاعد لنا هذا الكلام. صعب شوية؟ صعب شوية، أمال لما يكون صعب عليك أنت؟ أمال المساكين دول يعملوا إيه؟ طب هل يستطيع أحد أن يعيد لنا هذا؟ نعم. طبعا. لكن لا يمكن ان يدل على الكراهه ولا على التحريم، صح ولا لا؟ لان خلي بالك الامر يعني يعتريه ان يكون للوجوب او الندب او الاباحه. جميل جدا. ثم قال الشيخ، الى الان واضح صح؟ الى الان كلام واضح. ثم قال الشيخ، اقرا يا شيخ سعد بقى الجملتين اللي جايين. وقال البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر وهذا خطأ، لأن الإباحة هي الإذن وذلك لا يسمى أمرا. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك. طيب هنا خلاف أهل السنة مع المعتزلة، ويمثل ما هنا البلخي كان من رؤساء طائفة الكعبية المعتزلية، وهو يقول إن الإباحة أمر، الإباحة أمر، استدلال على مثل هذه الآية: وإذا أحللتم فاصطادوا، وعلى قول الله تعالى مثلا: كلوا واشربوا. صح؟ فالظاهر أنها أمر، الظاهر أنها أمر، لكن هو خلط الآن بين الصيغة وبين المعنى، خلط بين فالصيغة على هيئة الأمر لكن ليس فيها استدعاء، فلم تكن أمرا، فلم تكن إيه؟ أمرا. وإنما الإباحة بعض الأمر، إنما الإباحة إيه؟ عارفين يا جماعة الحركات أبعاد الحروف؟ فالإباحة والأمر كالحركات، الحركات بالنسبة للحروف. كيف يمكن تفسير هذه الجملة؟ سهل جدا. بص، أليست الواو جزء من الضمة؟ صح ولا لا؟ يعني الضمة بعض الواو، ماشي؟ والفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، فكذلك الإباحة تسوية بين الفعل وبين الترك، تسوية بين تقف ها هنا، عندك جانب الفعل وجانب الايه؟ الترك، صح؟ فالإباحة فين؟ بينهما، الإباحة تسوية بين الفعل وبين الترك، فإذا أخذت البعض الذي في جانب الفعل كان ذلك يسمى إذنا، كان ذلك يسمى ايه؟ إذنا، وهو قريب من الإباحة، هو قريب، وليس الإذن هو الإباحة، لأن الإذن بعض الإباحة.
لان ايه؟ والاباحه مشتمله على الطرفين، الاباحه يا اولاد ايه؟ مشتمله على الاذن فقط ولا التخيير بين الفعل وبين الترك؟ والتخيير بين الفعل وبين الترك فيه جزء طلب فعل وجزء تخيير لك في عدم الفعل. فاهمين؟ فانت لو قلت ان الاباحه امر فهذا يعني انك نظرت الى شقها وليس الى شقيها. الى ايه؟ الى شقها الايمن. شقها الايه؟ والايمن بمعنى ان هنا دلوقتي كده هو طلب الفعل وفي طلب الترك، صح ولا لا؟ طيب طلب الفعل على جهه الالزام ايجاب، طلب الفعل على جهه لا على جهه الالزام ندب. طيب طلب الترك على جهه الالزام تحريم، وطلب الترك لا على جهه الالزام كراهه. طب وبينهما اباحه. الاباحه ايه؟ تسويه بين الفعل وبين، ففيها جزء من طلب الفعل وجزء من طلب الترك، صح ولا لا؟ والاباحه مجموعهما. والاباحه ايه؟ فلو قلت ان الاباحه امر يكون كلامك خطا لكونك قد اقلت بعضها ولم تاخذها كلها. لم تاخذها ايه؟ صح ولا لا؟ بل ان كثيرا من الاصوليين او بعض الاصوليين يا ولاد يخرج الاباحه عن ان تكون من الاحكام التكليفيه اصلا. ها؟ الاحكام التكليفيه كم؟ خمسه. وكلمة التكليف طلب ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. طب وده والإباحة لا مشقة فيها، صح؟ يبقى إذن يا أولاد القول البلخي إن الإباحة أمر صحيح أو ليس صحيحا؟ ليس صحيح. وقول الشيخ الشيرازي والإباحة هي الإذن، والإباحة هي الإذن ولا يسمى أمرا، ويقصد جزءها. ويقصد ايه؟ جزءها الذي يلي الندب والوجوب، والا فلها جزء اخر يلي الكراهه والتحريم. فاهمين يا شباب؟ تفهمون الكلام؟ طيب. ثم مثل بمثال فقال: الا ترى ان العبد اذا استاذن مولاه في الاستراحه، واحد عندك اتيت به ليعمل لك عملا. زمان كان في عبوديه، ما فيش الحمد لله. طيب. او احنا لما بنيجي نمثل فيها يا اولاد، لو ان الوالده يعني طلب من ابنه ان يعمل عملا، صح؟ فاستاذن الولد ان يستريح، يعني ايه؟ يستريح بعض الشيء. وترك الخدمه يعني الا يكمل العمل الان، يعني ياخذ قسطا من الراحه. فاذا اذن له الوالد او السيد، طيب لا يقال انه امره بالاستراحه، لا يقال انه يعني انت تعمل بجد، فقلت لابيك انا اريد ان يعني استريح ساعه، فقال لك استريح، قال لك ايه؟ استريح. هل كلمه استريح دي شكلها شكل الامر، صح؟ لكنه لا يطلب منك الاستراحه، وانما يجيز لك ترك العمل. يجيز لك ايه؟ اللي هو بيسمى الاذن في الترك. الاذن والاباحه جزءها الاذن في الترك او عدم الترك، صح ولا لا؟ يبقى الاباحه لا تساوي الاذن، وانما الاذن هو بعض الاباحه الذي يلي ماذا؟ الذي يلي الندب والاجابه، والا فلها شق اخر يلي الكراهه ثم قال الان وانتقل الى شيء اخر، وهو يعني على ماذا تاتي هيئات الامر وممن تصدر. كلام العنوان اللي انا المفروض هو يتكلم فيه الان ايه؟ على ماذا تأتي هيئات الأمر وممن تصدر؟ هل يأتي الأمر يصدر من شخص واحد أو من أشخاص متعددة؟ من أشخاص متعددة. فهنا تقسيم للطلب، طلب الفعل باعتبار من يصدره، باعتبار إيه؟ فليس الطلب الصادر يكون صادرا
من شخص واحد على هيئة واحدة، وإنما الطلب يكون صادرا من أشخاص على هيئات مختلفة متعددة. وها هو الآن يعدد لك تلك الايه الهيئة. اقرأ يا شيخ سعد. فصل. وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر وإن كان صيغته صيغة أمر، وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني، فإن ذلك مسألة ورغبة. نعم، فإن ذلك مسألة ورغبة، مسألة عشان خبر إن، صح؟ طيب بص يا شباب، ينقسم الأمر باعتبار الصادر منه إلى أقسام متعددة. ينقسم ايه؟ الامر، الامر طلب الفعل باعتبار من؟ الذي يصدر منه طلب الفعل الى اقسام متعدده. فاما اذا صدر الامر من الاعلى الى الادنى او صدر الطلب، عشان بس طلب الفعل عشان يبقى الكلام، صدر طلب الفعل من الادنى من الاعلى الى الادنى، يسمى ذلك امرا، يسمى ذلك امرا، ويكون فيه ما يسمى بالعلو. يكون فيه ما يسمى بالعلو، والعلو هو ان يكون الذي طلب الفعل اعلى منزله من المطلوب منه حقيقه. ماشي، ان يكون الذي طلب الفعل اعلى منزله من المطلوب منه الفعل، وهذا العلو علو حقيقي، يعني كأن يكون الأستاذ لطالبه، الأب لابنه، الأخ الأكبر لأخيه الأصغر، إذا طلب الأعلى من الأدنى كان ذلك أمرا وكان ذلك علوا، وهذا متحقق في كل أوامر الشريعة في الكتاب والسنة، لأن الشريعة صادرة من الله تعالى أو رسوله، صح؟ والله ورسوله أعلى قطعا منا. طيب فيسمى ذلك يا أولاد علوا، يسمى ذلك إيه؟ علوا. طيب هب أن الطلب صدر لا على جهة التذلل، وإنما صدر على جهة الغلظة ورفع الصوت. ثاني، صدر الطلب طلب الفعل لا على جهة التذلل، إنما صدر إيه؟ بغلظة ورفع صوت. هذا يسمى يا ولد استعلاء. والاستعلاء هيئة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم أو هيئة في المتكلم، بس خليها صفة أحسن أقوى. يعني أنت لما تقول صفة في المتكلم أقوى من تقول هيئة في المتكلم، لأن الصفة ذاتية. صفة إيه؟ ذاتية. نعم. يعني هل اشترط لا يشترط؟ لا، ما انا اقول لك خالص، العلو ده يا اولاد مشترط عند علماء اللغه، عند علماء ايه اللغه، ومشترط عند بعض الاصوليين، لكن الراجح انه لا يشترط. بس ده مش دلوقتي، اقول لك كمان شويه، بس خلينا دلوقتي، انا الان لا اقول لك الراجح، انا اعدد لك من يصدر منهم طلب الفعل. ماشي، يبقى اذا صدر الطلب طلب الفعل لا على جهة التذلل، وإنما على جهة الغلظة ورفع الصوت، سواء كان ذلك الطالب أعلى أو أدنى أو مساوي. يعني مثلا لو أن أبا قال لابنه استيقظ، ده إيه؟ علو واستعلاء اثنين مع بعض. ليه؟ هو الوالد أعلى منزلة وطلب بغلظة ورفع الصوت. طيب هب أن الأخ الأصغر قال لأخي الأكبر أعطني دينارا جنيها بقى، صح؟ طيب يبقى هل هذا إيه؟ هذا ما يسمى إيه؟ استعلاء، لأنه صدر على جهة، لا على جهة التذلل، وإنما على جهة الغلظة، صح؟ طب ولو أن مساويا لمساوي قال لزميلي أعطني، أو وسع كده عن الحج، إيه وسع؟ هو استعلاء أيضا. لماذا؟ لأنه قال أنا أتكلم عن مين؟ على إيه؟ على هيئة خروج الكلام، على هيئة إيه؟ خروج الكلام. فليس ذلك فقط يكون من الأدنى،
المهم ان الذي طلب ايا كان طلبه بغلظة ورفع صوت، اذا كان طلبه على لا على جهة التذلل انما على جهة الغلظة ورفع الصوت يكون ذلك ايه؟ استعلان. استعلان يعني يجعل نفسه عاليا وليس كذلك. وليس ايه؟ كذلك. وليس كذلك يعني في الهيئة، وليس كذلك في الهيئة. وإلا فقد يكون هو أعلى أصلا منزلة، وأعلى إيه؟ منزلة. طيب، طيب إذا كان الأمر من النظير للنظير، اللي هو يقول إيه النظير للنظير؟ من المساوي للمساوي، من المقابل للمقابل، طالبان، أستاذان، أخوان متقاربان في السن، صح؟ زميلان في العمل، يبقى ده اسمه يا ولاد؟ هذا يسمى التماسا. هذا يسمى ايه؟ التماسا، لأنه طلب شخص من شخص آخر فعلا، وكان الطالب في منزلة المطلوب منه، وكذلك لا على جهة التذلل ورفع الصوت. فإن كان على جهة لا، فإن كان على جهة رفع الصوت فإنه يكون إيه؟ استعلاء. يكون إيه؟ استعلاء. طيب، فلو كان الطلب من الأدنى للأعلى، الطلب من الأدنى للأعلى، أقل للأعلى، يكون إيه؟ اسمه يا ولد ده؟ هو هنا بيقول مسألة ودعاء ورغبة، بس خلي بالك التقسيم على جهتين. لو كان من العبد للعبد سمي رجاء، وإن كان من العبد للرب سمي دعاء، وقد يسمى رغبة، وقد يكون يسمى مسألة، ما فيش مشكلة، ليس هناك إيه مشكلة، كلها يعني كلمات عربية متساوية، صح؟ لكن أنا أقول لك حد الفاصل، لو أن ابنا قال لأبيه أعطني جنيها بأدب واحترام، هل هذا يسمى دعاء؟ لا يمكن أن يسمى دعاء، صح هذا؟ لأن الدعاء مختص بصلة بين عبد ورب، صح؟ فيكون الطالب العبد من ربه جل شأنه، صح؟ لكن لو أن ابنا طلب من أبيه، لذلك أنت ممكن تقول ممكن سؤال يا أستاذ، ممكن إيه؟ ممكن سؤال، صح؟ هو من الأدنى للأعلى، أنا سيدي مش أعلى حد، كله عند ربنا، سأل الناس سواسية عند الله كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. المهم إذا سألت أستاذك قول له سؤال يا أستاذ، صح ولا لا؟ ولذلك يا أولاد يسمى الذي يأخذ من الناس الصدقات سائلا، صح ولا؟ أما السائلة، وأما السائلة لا تنهر، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يطلب وهو أقل منزلة، ويطلب من الله ولا يطلب من الناس، يطلب من الناس، سمي سائلا، سمي إيه؟ سائلا. ويسمى رجاء كذلك، يسمى إيه؟ رجاء كذلك. لكن لو طلب عبد من الله تعالى يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. كل دي من العبد الذي هو أنا وأنت إلى الله تعالى، يكون ذلك يسمى دعاء، وليس ذلك من قدير الأمر الشرعي أساسا. ها؟ الأمر الشرعي، الشيخ عبد الهادي كان بيسأل، الأمر الشرعي يا أولاد كما قلنا في المرة الماضية يشترط فيه الصيغة فقط، صيغة فقط، لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء ولا أي حاجة، المهم أن يكون فيه صيغة. لكن جميع أوامر الكتاب والسنة إذا استقرأتها ستجد فيها علوا. ها؟ إذا استقرأت الكتاب والسنة، هاي الكتاب والسنة الله تعالى ورسوله كله إيه؟ علوا، صح؟ هذا أعلى منزلة منها. طيب، أنا أريد في 10 دقائق لو أن أحدا يريد أن يسأل سؤالا نجيب، عشان أنا كده سنقف عند هنا إن شاء الله، ولا نكمل شوية؟ هنكم شوية صغيرين دول، عشان دول تبع الصيغ او المعاني، خلاص، وان شاء الله نقف عند الحقيقة موضوع الصيغة، موضوع المعاني. اقرأ يا شيخ سعد الفصل اللي جاي ده.
فصل. وأما الاستدعاء على وجه النلبي فليس بأمر حقيقة، ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم يأمره به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به. طيب، هذه المسألة يا أولاد مهمة، وهي أن هل المندوب مأمور به؟ ها؟ المندوب مأمور به أمرا غير جازم. الخلاف في حقيقة صيغة تفعل أو صيغة الأمر، هل هي موضوعة حقيقة للوجوب أو موضوعة حقيقة للندب؟ والذي جعل لهذه المسألة أهمية كبيرة أن الإمام الشافعي ورد عنه أنه قال إن الأمر للندب أصلا، وإذا إذا كان للوجوب فلا بد من قرينة مرجحة، فلا بد من قرينة مرجحة. ولكن قالوا إن الإمام الشافعي رجع عن هذا القول إلى القول بالوجوب، القول بالوجوب، صح؟ فهذا جعل الكلام على أن الأمر هل يفيد الندب حقيقة له قيمة، له إيه؟ له قيمة وله وجود عند العلماء. طيب، لكن الراجح أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة ويدل على ما سوى الوجوب مجازاً، وليس الندب حقيقة في الوجوب. هذا هو المذهب الراجح. وأستدل لك هنا بقوله: والدليل على أنه ليس بأمر حقيقة، ليس مفيدا للوجوب، ليس الندب حقيقة في طلب الفعل وفي الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. هل هو أمرهم أمر إلزام أو لم يأمرهم؟ لم يأمرهم أمر إلزام، صح؟ فبما أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أمر إلزام، إذن لا يكون أمر غير الإلزام أمرا حقيقة. فاهمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأني لا أريد أن أشق على الأمة لم أأمرهم أمر إلزام بالسواك، لأنني لو أمرتهم أمر إلزام بالسواك لكان السواك واجبا، كان واجبا، لكنه ليس بواجب فلم أمرهم أمر الإلزام. إذن فيكون الندب حقيقة في صيغة الأمر أو لا يكون؟ لا يكون، لأنه لو كان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك لكنه لم يأمر بالسواك. فاهمين؟ ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر أنه لم يأمر به. لم إيه؟ أخبر، الضمير يعود على من؟ أخبر الضمير المستتر يعود على من يا أولاد؟ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر به، أي لم يأمر به أمر إلزام وجزم، صح؟ فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به، المندوب إليه غير مأمور به حقيقة. لازم تحط لي كلمة إيه؟ حقيقة. إذا لا يدل الأمر على الندب حقيقة، وإنما يدل الأمر على الندب مجازا، وإنما يدل الأمر حقيقة على الإيجاب. هذا ما قلناه في أول محاضرة خالص، صح؟ نحن عايزين نخلص اللي ده، فاضل حاجات بسيطة. كمل فضل. فصل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، وهو قوله افعل. وقالت الأشعرية: وهو قوله افعل، ما تقولش وقوله افعل، دي همزة قطع، دي هنا همزة وصل. وهو قوله افعل. وقالت الأشعرية: ليست للأمر صيغة، والدليل على أن له صيغة. ليست للأمر صيغة يا ولد؟ صيغة اسم ليس إيه؟ مؤخر، مش مشكلة، كلها بتعلم عن 20 ساعة عادي. والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل. فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا، فدل على أن له صيغة. دل على أن له صيغة، أن له إيه؟ أن له صيغة. بص يا سيدي، خلي بالك، هو الآن يتكلم عن الصيغ الحقيقية لطلب الفعل، اللي قبليها كان الكلام على ماذا؟
المعاني على ليه؟ يعني ما قلناه من أول المحاضرة لحد دلوقتي كان في الصيغ ولا في المعاني؟ في المعاني. الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الصيغة. عن ليه؟ الصيغة. أصل الصيغ افعل حقيقة، لكن لابد أن نتوسع شوية نقول أصل الصيغ فعل الأمر، لأن فعل الأمر لا يقتصر على فعل. مثلا تجهز ده إيه؟ تفعل صح؟ أكرم أفعل صح؟ أتم صح؟ ما دي كلها يعني صيغ أتت للأمر وليست على فعل وليست على. يبقى إذا الدقة مش هقول الصواب، أقول الدقة تقول ماذا؟ إنك تقول الأصل أن صيغة الأمر أو فعل الأمر يدل أو فعل الأمر والصيغة الأصلية لطلب الفعل على جهة الإلزام. خلاص؟ وأنا أقول لك السادة الأشاعرة يقولون إيه؟ ليست للأمر صيغة. ليست للأمر إيه؟ ليست للأمر صيغة، وإنما يستفاد الأمر من كل الطرق التي تؤدي إليه حتى ولو كانت تلك الصيغ صيغ تضمنية. صيغ إيه؟ تضمنية. علماء النحو قالوا إن الصيغ أربعة. كم؟ خمسة نحن قلناهم. صح؟ فعل الأمر أقيم الصلاة، وإيه؟ اسم فعل الأمر اللي هو إيه؟ عليكم أنفسكم. حلو؟ والمصدر الدال على الطلب فضرب الرقاب، وإيه تاني؟ والفعل المضارع المقترن بالأمر الأمر فليعفو والاصفح. يبقى إذن هذه أربعة أربع صيغ حقيقية، أصلها وأولاها وأشهرها وأعلمها وأعلاها كله فعل الأمر. طب وأعلى فعل الأمر وأشهره وأكثره وجودا في الكتاب والسنة وفي كتب العلم سواء في كتب النحو أو كتب الأصول هو افعل. خلاص؟ لكن هل يقتصر طلب الفعل على ذلك؟ لا، قلناها قبل كده من شهرين، قلنا إن ممكن صيغة الخبر تأتي للدلالة على طلب الفعل. زي إيه؟ فمن شهد منكم، لا، قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام ده خبر صح؟ لكنه خبر يستلزم الطلب. كتب عليكم الصيام فصوموا، إن الله قد كتب عليكم الحجة فحجوا. وكذلك هناك صيغ ضمنية للدلالة على طلب الفعل، وهي أوصلها العز بن عبد السلام إلى نيف وثلاثين. نيف إيه؟ مدح الفعل ومدح الفاعل وترتيب العقوبة على الترك وترتيب الثواب على الفعل كتير. صح. يبقى إذن دقة الكلام تقول إن الدقة أن الأمر لا يختص به بصيغة. الأمر لا يختص إيه؟ لكن أولى هذه الصيغ فعل الأمر. صح ولا لا؟ وأولى فعل الأمر أن يكون واردا على افعل. بس موضوع بسيط يعني لا يستدعي هذا النزاع القوي. هذا النزاع ليه؟ القوي، لأنه يمكن التوفيق بين الكلامين. تقول الأصل افعل صح؟ طب وبعد افعل كل صيغة أمر فعل أمر صح ولا لا؟ وصيغ فعل الأمر لا تقتصر على افعل. ومين والعرب وضعت كم صيغة لطلب الفعل؟ أربعة. فعل الأمر والمصدر الدال على الطلب والاسم فعل الأمر والفعل المضارع كذلك. ثم كذلك هناك أخبار تدل على الطلب صح؟ وكذلك هناك أوامر ضمنية. يبقى ممكن أن تستنتج طلب الفعل من ضمنيات النصوص. من ضمنيات إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. في أمر هنا؟ أيوه في أمر، اللي هو إذا أردت أن تدخل الجنة فاعمل مثل هؤلاء الصالحين. اعمل. جبتها منين دي؟ من ضمنيات الكلام. من ضمنيات ليه؟ الكلام. طيب إحنا كده انتهينا إن شاء الله من هذا الكلام على هذا الفصل. إن شاء الله المرة القادمة ننتقل إلى الفصل الآخر. لكن قبل ما ننتهي، اي حد عنده سؤال في هذا الدرس ولا تمام؟ تفضل. ممكن نجاوب مولانا في شرح يعني امر يدل على استلزام وضمني. ايه؟ لا ده استلزام وضمني ده احنا شرحناه في محاضره كامله. صح يا ولاد؟ هذا الكلام شرحناه قبل ذلك ها؟ في محاضره كامله راجعها بقى في الارشيف. اذهب الى المحاضرات من شهرين صح؟
يا راجل خلاص سنبحث في المرض القادم. طب يعني قلناهاش وانتهى. انا رجعت في التسجيل والله خلاص لانها يعني لا يمكن ان اقولها في كلمتين، ده احتاج الى بسط وشرح. فان شاء الله كما قلت لك في ابحث في المرات القادمه، هذه اجابه لك وله. يكفيك يا ابني ان وضمني ان تنظر في كل القران الكريم حتى في القصص يمكن ان تستشف منه امرا. فلو مثلا الله تعالى مدح الصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فين صيغه الامر هنا؟ لا صيغه، لكن هناك ضمنيا تشتمل على صيغه. افعل مثلهم ليرضى الله عنك. ها؟ وكذلك الخبر قد يكون دالا على الطلب، لان الله تعالى حين يقول كتب عليكم الصيام هو لم يقل لك صم الان. لكن هذه الكتابه الازليه تتعلق بك الان، فافعل ما كتب عليك ازلا. فهمت؟ وهذا ما من التفريع على مساله التكليف المعدوم. كلام بقى يعني ان شاء الله سنفصل الكلام عليها اذا تذكرتني انت بها. خلاص؟ اسمك ايه؟ مصدوقي. ذكرني يا مصدوقي في المحاضره القادمه. طيب حد عنده سؤال ثاني؟ اتفضل بس في الدرس الله يخليك. في الدرس ما تجيبليش حاجه من بره. اتفضل. مره بي كلام كان في تحدث عن بعض العلماء هم اخرج كلمه الاحباء عن الاحكام التكليفيه. اخرج ايه؟ الاباحه؟ ايوه عن الاحكام التكليفيه. ما هو السبب الذي أدى إلى ذلك؟ لأن التكليف معناه طلب ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. الصلاة فيها مشقة ولا لأ؟ طيب ترك السرقة فيه مشقة ولا لأ؟ لكن الأكل والشرب أين المشقة؟ أخرجوها لأن لا يتأتى فيه الكلفة، لا يتأتى فيه ليه؟ الكلفة، وإنما قالوا إنما وضعوها تتميما للأقسام، تتميما للأقسام. أو يا جماعة لتكميل القسمة العقلية، تتميم القسمة العقلية. طيب سؤال تاني أخير وخلاص، آخر سؤال. جنوب أفريقيا. أيوة جنوب أفريقيا. عايز سؤال؟ مفيش شمال أفريقيا. عايز سؤال؟ مفيش شمال أفريقيا. نعم. والله غطاء الرأس كله أيا كان يعني أقرب أن يكون مسنونا، لكن باختصاص بالعمامة لا يمكن الإلزام به حتى على جهة المد، وإنما أقول لك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل غيره. المهم أن يكون هناك غطاء للرأس على المد، خد بالك؟ شوية يبقى عمامة بقى، وشوية يبقى قلنسوة، وشوية عمامة مع قلنسوة معا، وشوية عمامة دون قلنسوة، وشماء وشواء، وبعض الأحيان عمامة اللي هي معتجرا، وبعضها بأرخى طرفيها، بعضهم أرخى طرفها، بعضهم مثل عمامة الأزهر إذا كنت أزهرياً، أي حد. ماشي. ما تقولش بقى زي الناس التانيين لك سنة العالم وسنة العالم، مفيش حاجة اسمها كده. لا يستوي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعل غيره. صح؟ طيب أظن إن أنت استوعبت الكلام. الله مش أنت قلت مش عندي سؤال. طيب. في مثلا في الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل نجزم أن هذا أمر؟ لا ده انت مش انت تجزم، هو المجتهد خبر حضرتك يضرب في النصوص ليستشف ما طلبه الله منك وما نهاك عنه. صح؟ فهو الاول يقرا الايه يفهم معناها، ومن فهم المعنى ياتي ان المؤمنين لهم منزله عند الله. صح؟ وان المكلفين الان اذا ارادوا ان يدخلوا مثلهم، وإذا أردت أن أنزل هذه الآية على الواقع فإنني سأطلب من نفسي ومن غيري طاعة الله تعالى حتى ندخل الجنة. فهذا تفسير يعني قطع الدلالة. لا ما أقدرش أقول قطع الدلالة. لا لا يمكن أن أقول هذه الآية دلت على وجوب الطاعة. ما في آية تانية تدل. هو يستخدمونها إذا يعني إيه؟ إذا أرادوا تكثير الأدلة على مأمور واحد، أو إذا عجزوا عن الإتيان بدليل صريح. لكن الإيمان والأعمال الصالحة يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش محتاج. صح ولا لا؟ فإذا كان هناك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم موجود أهو، ويا أيها الذين آمنوا آمنوا، ومعها كذلك إن الذين آمنوا،
يبقى ايه هذه يا ولاد من باب تعاضد الادله من باب ايه وبعض الاحيان لا يجب اصلا دليلا فبيعمل ايه بيبحث في النصوص فقد ياتي بدليل من قصه فاهمين لان القران كله محلا للنظر بالنسبه للمجتهد واخد بالك ففي الحته دي انا لا اعدم دليلا اصلا انا عندي ادله كتير لكن انا اقول انني ساكثر الادله واجعل الادله تتعاضد صح طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ان شاء الله لقاءنا كل يوم من السبت الساعه 1:30 ان شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نفع الله بكم السلام عليكم ورحمه الله